Bonsoir, les chers élèves de la deuxième année secondaire. Voici notre cours hebdomadaire. مساء الخير طلبة الصف الثاني الثانوي لغة أجنبية ثانية. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement égyptien et le secteur de l'enseignement à distance vous présentent ces cours pour le cycle secondaire deuxième année. Club Ado plus 2. Manak Betana, Club Ado plus 2. Ihna hanishtagal fil unité l'awalaniya, le club des citadins. Oui, on va continuer la première leçon. Le leçon l'awalani, andena suite l'eau. Le suite l'hiya yani l'baïya ptaat leçon 1. النهارده الاجندا دي كور عندنا لو ديالوج اللي هو شي فيكتوار اون ديتاي. انا كنت وعدتكم الحصه اللي قبل اللي فاتت ان الديالوج اللي احنا قدمناه هنتناوله بعد كده بشكل تفصيلي، وده النهارده ان شاء الله. والهدف من كده ان انتوا تكونوا اخدتم شويه حاجات في الحصه اللي فاتت مع زملائنا الافاضل مسيو زين ومدام نهله. والنهارده هناخد لو ديالوج اون ديتاي. تاني حاجه هناخد اكزرسيس دو براتيك، اكزرسيسات تطبيقيه على السيتواسيون وعلى الجرامير، وبعدين الحاجه اللي عجبتكم قوي المره اللي فاتت الابليكاسيون التطبيقات عن طريق الابليكيشنز اللي هي كانت حاجه كده باللعب، بنحط اللينك وبتدخلوا عليه وبعدين تعملوا تاخدوا الاجابه وتحطوها مكانها وبعدين تلاقوا الاجابه صحيحه الاجابه مش صحيحه بيظهر لكم ده. النهارده ان شاء الله لما هنوصل عند النقطه ديت هنحط لكم اللينك على جزئيه كده في الكيو اند اي اسمها published. لما يجي وقتها هحطها هنشرها لكم وهقول لكم عليها. احنا هنبدا بالديالوج. انا بحاول افكركم الديالوج اهو قدامنا كان ما بين فيكتوار وإيما. أنا حابة إن أنا أحط لكم الديالوج عشان تتذكروه وعشان تعرفوا إحنا هنشتغل فيه إيه. هحاول أشرح كده ببساطة كان الديالوج بيتكلم عن إيه. لو ديالوج إي أو تليفون، فيكتوار تليفون أ إيما باسكو كو، لأن إيما إي أون روتار. وبعدين إيما ديكري l'itinéraire اللي هي ازاي توصل لها pour arriver à sa maison. ونسيت إما نسيت ان الادرس موجود على الانفيتاسيون. مسيو ان باس. وقعدت توصف لها فيكتوار وبعدين لوبير بابا إيما كان معاها في العربية، الأصحاب كلموها في التليفون وقالوا لها دي الحفلة جينيال، لا فاتي جينيال. وبعدين عرفت إن هي حفلة ديجيزي حفلة تنكرية، وكان أصحابها فالنتين ديجيزي متنكرة انفيرميير ومارتان متنكر ان بيلوت. وهي قالت لهم خلاص انا الديجيزمون بتاعي هيبقى سيربريز ليكم وانا جايه في الطريق، وللحظ والدها دخل من شارع مش مظبوط، فقالت له بابا سي تا جوش با ادروات او لا لا، فقال لها تروتار ده كان متاخر جدا ان انت طلبتيه مني. ده كان ملخص الديالوج بتاع اليونيتي. هنشوف بقى دلوقتي جزئيه جزئيه كده. ارجو لو سمحتم معاكم الورقه والقلم بتوعكم بتتابعوا علشان يبقى فيه استفاده. الاستفاده اللي انتوا تقدروا تستفيدوها من اي حصه لغات ان انتوا تكتبوا تاخدوا كده ملحوظات عندكم. اول جمله حواريه كانت عندنا لا بريمير ريبليك سيتي سال دو فيكتوار، كان فيكتوار هو اللي بيتكلم، اسفه هي اللي بتتكلم تقول الو ايما تي اون روتار كاسكو تو في تي او. طبعا قعدت ايه يا ايما وانت فين انت بتعملي ايه انت فينك، بس هنا استخدمت حاجه اللي هي تري اور ريتار. بصوا انا عشان اشرح تري اور ريتار دي ممكن نشاور عليها بعد اذنك. تري اور ريتار ايوه الجمله اللي في النص دي
عشان اشرحها. انا مش هقول معناها دلوقتي، بس هخليكم انتوا تستكشفوا معناها من خلال الاكزامبل اللي قدامنا ده. مثلا انا عندي ليكول كومونس ا ساتور ترونت، المدرسه بتبدا ا ساتور ترونت. لو انا الحاله الاولانيه جاريف ا ساتور، لو انا جاريف ا ليكول ا ساتور، يبقى انا كده جاريف ان افانس. خلي بالكم من الكلمه اللي باللون الاخضر. ولو عندنا الاكزامبل الثاني، لو جاريف على ليكول اساتور ترونت، لو انا وصلت اساتور ترونت اللي هي نفس ميعاد بدايه المدرسه فعلا زي كده ما بنشاور، يبقى انا كده ايه؟ جاريف الور، بالظبط في الساعه بالوقت المظبوط. لكن لو جاريف اويتر، لو انا وصلت الساعه 8، وهي المدرسه اصلا بتبدا كام؟ ساتور ادمي. في الحالة دي يبقى أنا جاريف أون ريتار. لو بصينا كده على التلاتة اللي بالألوان أون أفانس وألور وأون ريتار، باينين قوي من المعنى. إذا كانت المدرسة ساتور ترونت 7:30 وأنا وصلت ساتور بالظبط، يبقى أنا كده جاريف أون أفانس. خلاص؟ أون أفانس يبقى مبكر عن الميعاد المحدد. ولو أنا وصلت بالظبط ساتور ترونت وهو ده ميعاد بدء المدرسة، يبقى جاريف ألور. ولو انا وصلت بقى اويتر، ما ننصحش الطلبه يوصلوا اويتر والميعاد ساتوري دومي 7:30، طبعا احنا واخدين الساعات السنه اللي فاتت، يبقى انا في الحاله دي جاريف اون ريتار. خلي بالنا بقى من حاجه، نطلع من كل الاكزامبل ده بايه؟ ان عندك فيرب اتر او فيرب اريفي زي ما في الثلاث جمل اللي فوق، بيجي وراهم يا اما اون افونس يا اما الور يا اما اون ريتار، والتلاتة لهم معاني مختلفة. الريتار ده اللي هو متأخر بالأحمر اللي هو ممنوع تماما، أنا فانس اللي بالأخضر اللي هو مسموح بيه وإن أنت تبقى آمن كده أهو، والساتورد مي اللي هي ألور في الميعاد بالظبط. طبعا لازم نوصل بدري عشان عندنا طابور وعندنا حاجات كتيرة بنعملها الصبح، فالمفترض إن أنا أوصل أنا فانس دايما في أي مكان. بعد كده إما بتقول je suis dans la voiture avec mon père. On est devant l'entrée. والانتري انا كاتبه بعدها يا جماعه ما بين اقواس ان هي كلمه فيمينان سنجوليه. احنا متعودين من السنه اللي فاتت ان انا اي كلمه باخدها لازم اعرف هي ماسكولان ولا فيمينان علشان اقدر استخدم لها الديترمينان اللي هي هتحتاجها، او اقدر اعمل ديترمينون اللي هي الادوات اللي قبلها، سواء ارتيكل ان ديفيني ادوات نكره، ديفيني ادوات معرفه، بوسيسيف ملكيه وهكذا. وكمان علشان لو اي كلمه قابلتنا واحب ان انا اجيب لها ادجكتيف، الادجكتيف ده طبعا احنا عارفين ان الادجكتيف ساكورد افيك لو نو بيتبع الموصوف عندنا، تمام؟ ادجكتيف بيبقى زي الموصوف بالظبط، زي الكلمه، الكلمه ماسكولان الادجكتيف بيبقى ماسكولان، فيمينا فيمينا وهكذا. لذلك اي كلمه جديده او مش باينه زي لونتري، لان لونتري اولها الابوستروف، مش باينه هي ماسكولان ولا فيمينا من الاداه بتاعتها، فلازم اوضح لكم طالما ان هي كلمه جديده ان هي كلمه فيمينا سانجوليه. اكمل اوني دوفون لونتري دو بارك ا كوتي دو لوبيتال. انا حطيت دو الابوستروف بالظبط كده عشان وراها كلمه بادئه بفايل. نشوف الشرح بتاع حروف الجر ديت اللي قدامنا. انا عندي حرفين جر انا حطاهم في ريكتانجل كده في مستطيل، هشوف حروف الجر ديت بتيجي ازاي وايه اللي بيجي وراها. وعلى فكره ده نفس الكلام، احنا بناكد على الكلام اللي اتشرح الحصه اللي فاتت، بنشوفه بقى ايه ازاي هو بيتطبق مع الديالوج اللي موجود عندنا في الكتاب. كلمة devant أنا شايفاها في أول إكزامبل. أول إكزامبل يقول إيه؟ ma maison est devant le supermarché. ممكن نشيل الجمل اللي بعدها بس نرجع en recul. ميرسي. ma maison est devant le supermarché.
خلاص احنا عارفين يعني ايه ميزون وعارفين يعني ايه سوبر مارشي اللي هو السوبر ماركت. بصوا حرف الجر ديفون. ديفون ده زي ما انا قلت قبل كده واتقال في الحصه اللي فاتت، ديفون يعني امام. خلاص كلمه ديفون او حرف الجر ديفون اللي جه وراها اداه عاديه فيهاش اي مشكله، لو، وممكن تبقى لا وممكن تبقى ما وممكن تبقى ما. هنكتشف الفرق لما نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لو سوبر مارشي سو تروف. على فكره سو تروف دي بتساوي فيرب اتر، يعني كاني بقول ايه، هي ايه يعني يكون وسو تروف يعني يقع. خلاص نكمل. لو سوبر مارشي سو تروف اكوتي، اكوتي بجانب، لازم اكوتي يجي وراها يا اما دو زي دو كافي، يا اما دو لا زي دو لا فارماسي، يا اما دو الابوستروف زي دو ليكول، او دي بيراميد. دي قبل كلمه بيراميد. اكيد اكيد الطالب اللي اخد باله الحصه اللي فاتت هيعرف ان دو بيجي وراها كلمه ماسكولا. يبقى انا كده لو حد سالني دلوقتي كافيه ماسكولا ولا فيمينا اقدر اعرفها من الاداء اللي قبلها او حرف الجر اللي قبلها. دو لا فارماسي، فارماسي يعني وانا مغمض كده كلمه فيمينا، لو انا اول مره اشوفها هعرف ان هي فيمينا لان قبلها دو لا. وكلمه ايكول معروفه ان هي سانجولييه كي كومونس بار اون فويال، بتبدا بحرف متحرك، يبقى عشان كده سبقها دو الابوستروف. كلمه بيراميد كلمه بلوريال عشان كده اتحط قبلها دي. طيب الفرق بقى بين الجمله دي والجمله الاولانيه ان حرف الجر اللي في الجمله الاولانيه ديفون بيجي وراها الكلمه بالاداه بتاعتها لو ما سو اي حاجه، لكن اكوتي لو جاي وراها كلمه ابص بقى للكلمه ماسكولا لازم احط دو، فيمينا احط دو لا، سنجوليه وبدا بفويال دو الابوستروف، بلوريال احط دي. يبقى اكوتي لو جاي وراها كلمات ادور على الكلمه هي ماسكولان ولا فيمينا، سنجوليه ولا بلوريال، واختار لها الاداه اللي انا كاتباها باللون البني ده وتحتيها خط. تمام. طيب نشوف اكزامبل تاني ونشوف اكوتي جايه شكلها ايه. Tu vois l'épicerie، l'épicerie محل البقالة وهناخدها قدام شوية. Tu vois، أنت شايف l'épicerie؟ Moi أنا j'habite à côté. نقطة بعد à côté. بعد à côté في نقطة، هي باينة جدا. أنا ساكن قريب. طالما هكتب à côté ومفيش وراها أي كلمة تنفع تبقى ماسكولين أو فيمينا أو أي حاجة من دي أو نقطة في آخر الجملة تبقى اكوتي من غير اي حرف وراها عكس الجمله اللي في النص. كنت بقول اكوتي دو كافي، دو عشان كافي ماسكولان، دو لا فارماسي، دو لا عشان فارماسي فيمينا، دو الابوستروف ايكول سنجلي فويال، ودي قبل بيراميد عشان بيراميد بلوريال. ويا ريت ما ننساش ديفون بقى اللي هي في اول جمله بيجي وراها اي اداه تانيه غير الدو. خلاص غير الدو يعني واخواتها. تمام لغايه كده؟ انا بس بوريكم حروف الجر اللي احنا اتكلمنا عليها وشفتوها جوه الديالوج اللي انا كنت وعدتكم بيه ان احنا هنعمله اون ديتاي. بعد كده فيكتوار قالت لها ايه؟ وزاد بيردو؟ طبعا كلنا عارفين وزاد ده فيرب ايه؟ يعني انا مش هتكلم ومش هسال. وزاد بيردو؟ ايه بيردو ده بقى؟ بصوا من الجمله ان شاء الله نفهم. علي ne trouve pas l'adresse. علي ne trouve pas l'adresse. طبعا trouve ده فيرب يا رب تكونوا فاكرينه سنه اولى بمعنى يجد. علي مش لاقي، لا يجد لادريس، لادريس مفهومه زي الانجلش. وبرده نفس الحكايه ادريس كلمه فيمينا على فكره يا اولاد. عشان ايه هي بدأ بقالها بوستروف مش باينه فانا قلت اوضحها لكم ان ادريس كلمه فيمينا. طيب علي ne trouve pas l'adresse، مش لاقي العنوان. Il est perdu.
رايح مشوار بعدين مش لاقي العنوان، ففي الحالة دي يبقى علي ايه؟ بيردو. شوف الاكزامبل اللي بعد كده وفي الاخر هنقول بيردو دي تبقى ايه. ما بيتيت سير ne trouve pas، نفس الفيرب ها، لا تجد. ما بيتيت سير ne trouve pas sa classe، مش لاقي الفصل بتاعها. Elle est perdue. ايه ده؟ ده كمان بيردو اتحطت اخرها ا. هنعرف ليه كمان شويه. Les garçons sont perdus. الأولاد perdu، perdu فيها S عشان garçon masculin pluriel. Et les filles، أكمل الجملة، et les filles aussi أيضا sont perdues. وperdu اتحطت لها ES. قبل ما أوريكم النقطة الأخيرة هنا عايزاكم تاخدوا بالكم كده. أنا عاملة باللون المختلف اللي هو اللون الموف ده فيرب اتر زي ما انتم شايفين كده، اتر 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 اتر، كل ده اتر. فوزات بيردو فوق خالص ده فيرب اتر، إلي بيردو فيرب اتر، إلي بيردو فيرب اتر، سون دي فيرب اتر، وسون ديت كمان فيرب اتر. جاي ايه بعد فيرب اتر يا اولاد؟ جاي لي كلمه بيردو في الاربع اكزامبل اللي انا كاتباهم دول، في الاربعه اكزامبل اللي انا كاتباهم. بيردو في اول مره ما حطيناش فيها حاجه زياده، مع ال في تاني جملة حطيت أ، مع إيل أفيك أس في الجملة التالتة عشان هما جارسون يعني كأنهم إيل أفيك أس زودت أس، مع ال أفيك أس اللي هما اللي فيه البنات حطيت أ أس. يبقى معنى كده وأنا مغمض يبقى بيردو ديت اللي جاية بعد فيرب أتر ست أن أدجكتيف. أولا كده هي صفة خلاص، عشان دي سؤال من الأسئلة اللي بيحب أي حد يحط امتحان إن هو يشوف الطالب واخد باله ولا لأ. بيردو دي معناها تايه، حد تايه مش لاقي المكان، مش لاقي حاجة، مش لاقي مكان رايح له أو كده. أول جملة علي ne trouve pas l'adresse il est perdu. Ma petite sœur ne trouve pas sa classe elle est perdue. Les garçons sont perdus et les filles sont perdues. الرجل هنا، القاعدة هنا. كليك اتر فيرب اتر بيجي ورا بيردو، وبيردو انا ممكن ازود له او لو عايزاه فيمينا، وازود اس لو كان للبلوريال. اتر بيجي وراه بيردو وبعمل له تبعيه، يبقى في الحاله دي بيردو هنا مستخدم كادجكتيف. اتمنى ان انتوا تكونوا متابعين وبتكتبوا ورانا الملحوظات. بعد كده إيما قالت oui je n'ai pas ton adresse. oui je n'ai pas ton adresse، وبرضو ادريس فيمينان سنجولي. لو تفتكروا من السنة اللي فاتت العنصرين اللي حواليهم مربع دولت ان ابوستروف بعدين فيرب بعدين با، تعالوا نشوف كده الجمل ونفكركم ده عبارة عن ايه. حد فاكر ده عبارة عن ايه؟ Théo ne va pas à la fête. Théo ne va dans le verbe pas à la fête. Comme la tania, Emma n'a pas l'adresse. Emma n'a pas l'adresse. Mathilde n'a pas de déguisement. Mathilde n'a pas de déguisement. Badine. Ce n'est pas un immeuble. Immeuble يعني عمارة. Ce n'est pas un immeuble. بصوا بقى يا شباب. أنا عندي ne و pas وكلهم تحتهم خط في الأربع أمثلة. دول les éléments de la négation. عناصر النفي اللي إحنا واخدينها. يا إما ne و pas يا إما an apostrophe في حال إن الفيرب اللي جاي بعد الان apostrophe ده بادئ بفويل زي في الجملة الثانية والثالثة والرابعة. خلاص؟ دول عناصر النفي. أول جملة لا نيجاسيون عادية جدا، نورمال خالص خالص، تيو نو فا با على فيت، عادي مفيش مشاكل. الثانية أن أبوستروف عشان الفيرب بادئ بفويل، أوكي. الثالثة يا ولاد، ماتيلد نا با دو ديجيزمون. الله، إيه دو ديت؟ الدو دي موجودة بدل
اللي اتشطبت انا شطبتها ليه؟ هي تحولت الى دو لان الجمله نيجاتيف. واخدين القاعده دي السنه اللي فاتت وقلنا ان دون لا نيجاسيون لي زارتيكل انديفيني ادوات النكره سو ترانسفورم بتتحول لدو. عشان كده الجمله بتقول ماتيلد نا با دو ديجيزمون. خلي بالكو ادوات النكره بس اللي هي زارتيكل انديفيني اللي هي ا اون دي. تمام اوكي. رابع جمله بقى بتقول ايه؟ سو ني با ان ايموبل. سو ني با ان ايموبل. الله دي الان موجوده بحالها وبذاتها، ليه الان هنا ما اتغيرتش؟ لوجود الفيرب صديقنا فيرب اتر. فيرب اتر يقول لك انا موجود في الجمله، محدش يغير حاجه معايا، سيبوا كل حاجه زي ما هي، لذلك سبت الان موجوده هنا. الجمله اللي فوقيها ما كانش فيها فيرب اتر، لذلك الان تم تحويلها لدو. يا رب نكون تذكرنا لا نيجاسيون، لا ريجل دو لا نيجاسيون. بعد كده فيكتوار بتقول الي سور لانفيتاسيون، كانت بتسالها العنوان فين؟ فقالت لها العنوان اللي هي ال اي سور لانفيتاسيون. سور دي كمان واحده من البريبوزيسيون، حروف الجر. مثلا جيكري لادريس، عارفين يعني ادريس؟ سور لانفلوب، وعارفين يعني ايه انفلوب؟ يبقى سور هنا معناها على او فوق، بكتب العنوان على الظرف. الوالد لو بير دو ديما قال داكور لما قالت له يا بابا ادخل يمين وشمال ووصفت له الوصفه، لا داكور. داكور دي يا اولاد امتوا هستخدمها؟ هي بتجي لنا دايما في سيتواسيون زي السيتواسيون اللي مكتوبه قدامكم دي. تو اكسبت، اكسبت توافق، هي عامله زي الانجليش بالظبط. تو اكسبت الانفيتاسيون دو تون امي. تدي لما هتوافق على الانفيتاسيون هتقول يا اما تقول داكور افيك بليزير او بوركوا با. فاكرين بوركوا؟ بوركوا دي كانت واحده من ادوات الاستفهام، كانت معناها ايه؟ كانت معناها لماذا، وبعديها با، يبقى الاثنين يدوا معنى القبول. بوركوا با يعني ليه لا، اوكي يبقى انا جاي. يبقى لما كون تو اكسبت اون انفيتاسيون كاسكون دي بنقول ايه؟ داكور، داكور افيك بليزير، بوركوا با. يبقى الثلاثه اكسبرسيون دول بيعبروا عن ايه؟ لاكسبتاسيون، الموافقه. داكور اصل ممكن تيجي لوحدها. تمام. بعدين فيكتوار، بصوا بقى يعني انا عايزاكم بس تاخدوا بالكم من الالوان بتاعت الريكتانجل، المربعات اللي هنا او المستطيلات دي. Alors écoute c'est facile، سهل ده، سهل قوي. لما قعدت قالت لها انا تهت ولا ايه؟ قالت لها ده سهل قوي وهتوصف لها، حطت نقطتين وهتبدا توصف لها وهتبدا تتحدث معاها بصيغه اعطاء النصائح او الامر. Prenez la première rue à droite et tournez à gauche au troisième feu rue des Lilas. J'habite au numéro 76. بصوا الجملة دي، الفيرب اللي مكتوبة بالأحمر écoute prenez تورني، التلاتة دولت فيربات ما معاهمش سوجي. ده زمن جديد، انوفو تان، هناخدوه ان شاء الله الحصة اللي جاية او اللي بعدها، مش هنتكلم فيه النهاردة. هو الزمن بتاع اعطاء الامر او طلب الشيء او النصيحة، ده اسمه الامبيراتيف. انا مش هتكلم عليه دلوقتي، بس انا عايز اتكلم على لا بريمير رو. كلمة رو في ميناء زي ما انتم شايفين، طبعا اكيد رو معروفة، واللي كمان فكرني ان هي في ميناء ان في لا، لا بريمير رو. شايفين بريمير دي اللي هي الاول، خلاص لا بريمير رو يبقى الشارع الاول. دي بريمير خلي بالكم مكتوبة في ميناء،
أنا بتعامل معاه على إن هي adjective. فطبعا الأدجكتيف ساكورد افيك لو نو، احنا لسه قايلين ان الأدجكتيف بيبقى حسب النوم بتاعه، والنو هو الاسم يعني. النوع اللي عندي هنا رو، وكلمه رو معروفه ان هي فيمينا، ولو انا ناسيه قدام قبلها بكلمه في لا. تمام، لا بروميير رو ا دروات. ا دروات دي برضو من البريبوزيسيون اللي شفتوها قبل كده، اللي هي بمعنى على اليمين. وبعد ادروات مفيش يعتبر حاجه، لان ايه دي بتبدا جمله جديده، لذلك ادروات اتحطت لوحدها كده، مفيش بعدها اي حروف جر تانية او اي ادوات تانية. ايه تورني اجوش، اجوش دي اللي في المستطيل الروز ده برضو على اليسار زي ادروات بالظبط. خلاص، او ترازيام فو. فو اتشرحت واتقالت الحصة اللي فاتت ان هي بمعنى الاشارة. طيب انا مش قادر افتكر فو دي ماسكولان ولا فيمينا، ارجع لأو. اتذكر من سنة اولى ان الأو دي بتيجي للكلمات الماسكولان، يبقى خلاص انا عشان كده ما كتبتش جنب فو هي ماسكولان ولا فيمينا، على اعتبار ان احنا هنقدر نستكشف من خلال حرف الجر ده. Rue de Lila، j'habite، أنا ساكن au numéro 76. كلمة numéro كلمة برضو هستكشف لو أنا أول مرة أشوفها إن هي ماسكولين عشان يسبقها او 76. أنا بس عايزاكم تخلي بالكم من حاجة، او numéro 76 ممكن تبقى سؤال في الاختيارات بتاعت الجرامير. او ترازيام فود مهمة جدا جدا جدا، نخلي بالنا منها. أنا بحط هنا او علشان كلمة فو ماسكولا. إما ردت وقالت بابا يا بابا، بران برضو ده فيرب مكتوب بالأحمر، يعني هو فيرب امبيراتيف أو فيرب بيدي طلب أو نصيحة أو أمر. لا بروميير رو، خذ أول شارع، لا بروميير رو أدروات اللي هي اتقالت فوق لا بروميير رو، إي أو تروازيام فو وفي الإشارة الثالثة سيت أجوش. رو دي ليلا، شارع اسمه كده. لو قلت الاكزامبل اللي قدامي ده ري دي ليلا اي، الشارع ده اي او بو دو فو تريكولور. فو قلنا يعني اشاره، تريكولور اللي هي تري جايه ثلاثة، يعني تريكولور كولور اللي هي ثلاث الوان. في اشارات بتبقى لونين اتنين، وفي اشاره بتبقى ثلاث الوان اللي هي الاحمر والاصفر والاخضر. المهم هعيد الجملة تاني، رو دي ليلا اي او بو دو. او بو اتاخدت المرة اللي فاتت بمعنى على طرف أو على ناصية. أوكي؟ وليه استخدمت دو يا شباب؟ علشان في كلمة بالظبط قلنا قبل كده إن هي بتاخد أو، يعني هي ماسكولان. فحرف الجر أبو يجي وراه دو واخواتها بقى، دو 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 لا دو ال ابوستروف ودي. فانا هختار المناسبه للفو، فو ماسكولين تاخد دو. اكزامبل الثاني، لو موزي سو تروف، لسه قايلين من شويه ان سو تروف يعني يقع او عامل زي فيرب اتر. لو موزي سو تروف ا دروات دو لا ليبريري. ادروات برضو لسه قايل لنا فوق اللي هي على اليمين. بصوا بقى دو لا، لان ليبراري فيمينا، خلاص مش محتاجه ان انا اكتب ان ليبراري فيمينا، واضحه من دو لا. وعلى فكره ادروات زي ابو بيجي وراها يا اما دو يا اما دو لا حسب الكلمه اللي وراها. يعني انا لو شلت ليبراري دي وحطيت اي كلمه تانية يبقى لازم اجيب لها الاداه المناسبه لها قبلها. بدل دو لا اكتب الاداه المناسبه. ميرسي. الجملة الثالثة، va tout droit. tout droit برضو شفتوها قبل كده، اللي هي امشي على طول، امشي طوالي. le magasin de souvenir، مجازين محل السوفينير، est à gauche، على اليسار، نقطة وراها، يبقى مش هيجي معاها ولا دو ولا دو لا ولا دو ال ابوستروف ولا دي. ليه؟ لأن اجوش اجوش جاية في الآخر، مفيش وراها أي كلمة، عكس الاتنين الجملتين اللي قبلها. بعد حرف الجر أدروات
او حرف الجر ابو جاي كلمه ف وليبراري، ادور بقى هي ف ماسكولان ولا فيمينا؟ ماسكولان، تاخد دو يسبقها دو. ليبراري ماسكولان ولا فيمينا؟ تطلع فيمينا، يبقى يسبقها دو لا. اجش وراها نقطه يبقى مش هكتب اي حاجه، خلاص هقف لغايه هنا. وكذلك تو دروا فعلا اللي احنا واقفين عليها دلوقتي اللي هي طوالي دي، تو دروا تحت بتبقى بتكتب بالشكل ده لوحدها، تو دروا طوالي. تو دوا يجب تاريتي تتوقف او في روج، لان انا بتوقف عند الاشاره ها، فبستخدم هنا لا بريبوزيسيون ا اللي بتبقى عليها اكسان ديت بمشتقاتها. طيب هرجع تاني وادور ف ماسكولان ولا فيمينا؟ اتذكر من فوق ان هي ماسكولان يبقى تاخد او. لي كوبان في التليفون قالوا لها، لي كوبان الاصحاب قالوا لها سالو ايما لا فيت جينيال. جينيال هستخدمها كده اقول لو كور جينيال، او الاكزامبل اللي بعد كده La fête est géniale. خلي بالنا كلمة جينيال أدجكتيف. كلمة جينيال رائعة أدجكتيف. عشان كده في أول جملة جت جينيال آخرها قال بس عشان لو كور. كور اللي هي الحصة يا ولاد. وأوعوا حد يتلخبط. كور دايماً بيبقى آخرها إس وهي سانجوليي. وطبعاً وهي بلوريال بالتالي. لو كور دو فرونسي إي جينيال. إنما الجملة الثانية لا فات إي جينيال. لا فات دي فيمينا عشان كده جينيال اتحطت فيها أو. إيما بتقول كوا سي كي، أنا هتكلم على كوا دلوقتي. كوا دي اللي هي كو اللي تحتها خط دي. لو جت في أول السؤال تبقى كو، كو في تو. لو جت في آخر السؤال تبقى تو في كوا. ولو جت كمعنى ماذا هي، لو جه قبلها اي كلمه جوه الاستفهام تبقى سي كوا، تبقى كوا برضو سي كوا طون ديجيزمون. ولو جت لوحدها كوا اللي هو ايه ده، بتقول ايه حاجه زي كده يعني. اخر حاجه هنشوفها في الديالوج هنا، فيكتوار بتقول سي فالنتين اي مارتان، فالنتين اي ديجيزي en infirmière متنكره انفيرميير اي مارتان en pilote. اي توا سي كوا طون ديجيزمون، وانت كان ايه الديجيزمون بتاعك، التنكر بتاعك ايه؟ بصوا لي كده على الاكزامبل، مون فرير اي ديجيزي اون بروفيسور. مون فرير ده ماسكولان، اي ده فيرب اتر، فيرب اتر النهارده جاي لنا في اكتر من مكان. ديجيزي قلناها قبل كده وهنقولها تاني يعني متنكر، وشوفوا اخرها ايه، اخرها او اكسون، يعني الكلمه جايه بحالها هنا اون بروفيسور. طيب ما كوبين اي ديجيزي، ما كوبين اي ديجيزي. الفرق بين الجمله الاولانيه والثانيه ان الجمله الثانيه فيها او زياده في ديجيزي علشان انا بتكلم على مين، على ما كوبين. طب والجمله الاولانيه كنت بتكلم على مون فرير، يبقى معنى كده ان ديجيزي انا بستخدمها كوم ادجكتيف، كادجكتيف، وبالتالي بتتبع النوم بتاعها ماسكولان تبقى اخرها او اكسون، ده اصل الكلمه، في ميناء ازود عليها او. خلي بالنا كمان من حاجه هنا، القاعده بتاعتنا، الراجل بتاعتنا فيرب اتر بيجي مع ديجيزي، وديجيزي بتعامل معاها ان هي ادجكتيف. قبل ما اسيب بس الجابو ديت، السلايد ديت، عندك مون فرير اي ديجيزي ان، شايفين ان؟ ان بيلوت فوق وان انفيرميير فوق، الان دي بتيجي بعد اي ديجيزي او اتر ديجيزي، وبعدها بيجي المهنه زي ما انتم شايفين كده، مارتان ده اسم الولد، ان بيلوت متنكر في ايه؟ في مهنه بيلوت. كده احنا خلصنا الديالوج، انا اخدته كده اون ديتاي. هنشوف دلوقتي ويا مسيو. وي
Excellent travail, Madame Raïssa. Je vous Toujours remercie. une grande maîtresse. Merci. Et bonsoir, mes chers élèves. Et comme Madame Raïssa a expliqué, زي ما Madame Raïssa شرحت لنا دلوقتي, le dialogue en détail, بالتفصيل, طبعا ما لناش أي حجة خالص في أي question, soit en grammaire, في الجرامير, أو في situation, أو حتى في الفوكابولير, وعرفنا كلنا الutilisation des prépositions اللي بتحروف الجر, وعرفنا طبعا إزاي بنستخدمها وإيه الديفيرونس أو الاختلافات ما بينهم. On va écouter ensemble, هنسمع مع بعض cette vidéo. Écoutez bien et faites attention. نسمع كويس ونخلي بالنا. هنلخص لنا, اعمل لنا ريزومي كده للحاجات اللي مدام رئيسة شرحت لها أو شرحتها لنا النهاردة. Faites attention, mes chers élèves, et on commence. احنا ممكن نلاقي كمان كلمات جديدة ومعاها الصورة بتاعتها، يا ريت برضو ناخد بيها ملحوظات عندنا وننقلها عندنا. Regardez bien, une ville, c'est le titre de l'unité, décrire ton quartier et ta ville. Ici, une ville, ça veut dire, خلي بالنا, oui, excellent travail, bravo, bravo Ali, un nom féminin. On complète. وهي معناها المدينة, مدينة زي ما انتم شايفين فيها كل المباني ديت. هنشوف المدينة ممكن يكون فيها إيه. Regardez la phrase. J'habite dans une grande ville. J'habite dans une grande ville. Faites attention ici. Ville en rouge. Oui, c'est un nom féminin. Pourquoi? Bravo, Minna. Parce que l'adjectif, Minna Zmenitna Elit, l'adjectif ici est féminin. Et aussi, bravo, bravo Wissam, l'article indéfini une grande ville. Bravo tout le monde. Et aussi, regardez, dans, j'habite dans une grande ville. Aussi, dans, c'est une préposition. Bardo, harf garra ouled, zay illi kunna akhadnaha min chouya. On complète. Il nous reste 10 minutes au plus. Un immeuble, comme vous voyez, le bâtiment, le mabna اللي معانا ده, un immeuble, un immeuble. اللي بالنا من الوقت. Oui, je vis un appartement. Mon appartement est situé au 8e étage. 8e étage. Étage, ça veut dire quoi? Étage, premier étage, deuxième étage, troisième étage. Bravo, bravo, Ibrahim. Zemin Ibrahim, Alina, et dur 8e. 8. Hanishraha ba'din, inshallah, fil adjectif numérique. Ah, gaymin kelmet 8. Excellent, excellent, Mohamed, bravo. إتاج يا أولاد يعني طابق، ودي كلمة زي ما أنتم شايفين كده ماسكولا، والكلمة دي هنحتاجها كتير وهتجيلنا في أسئلة كتير، نخلي بالنا منها. On va vite. Une maison, c'est simple. Et voilà, un quartier. C'est une partie du titre de l'unité de جزء من عنواننا ville quartier. دي كلمة une rue اللي مدام رئيسة قالتها لنا. Oui, nom féminin. Dans la rue.
La rue principale ده بيبقى الشارع الرئيسي في المدينة. Oui, le trottoir. Je marche sur le trottoir. هنا بنمشي على التروتوار وزي ما اخدتم كده في الحصة اللي فاتت برضو في عندنا passage piéton. أخذوا المرة اللي فاتت التروتوار فعلا. Et voilà, passage piéton. المكان اللي بنعدي منه العربيات بتبقى واقفه يمين وشمال واحنا بنعدي منه. تمام. D'accord. Et maintenant, choisissez la bonne réponse. Les livres sont point, 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 le sac à gauche de entre, dans, sur. Numéro 2, la maquette est le bureau sur à côté, à gauche 2, à droite 2. Bravo, bravo, Ali. La première phrase, le livre, les livres sont dans le sac. Ma kanch yinfa akhtar à gauche 2, علشان ma ينفعش احط 2 وبعدها le. Et numéro 2 aussi. La maquette est sûre. Pourquoi sûre? لأن طبعا ما نعرفش برضو نختار comme la première phrase à gauche de, à droite de. المفروض تبقى à gauche du. Sans l'article. La patinoire est point. Le stade et la piscine. Regardez bien. Il y a deux places. في عندنا هنا مكانين. Entre, sous, dans, sur. Oui, bravo, entre. Parce qu'il y a deux places. عندنا هنا في مكانين. Entre, bravo, bravo. Venez me ترجمان على الشات. بين. Grammaire basse, monsieur. Oui. Le restaurant est à côté. Zou. هي مترحلة بس الإجابة الصحيحة. مترحلة وي. La bonne réponse, mes chers élèves, du. Pourquoi? Parce que je un nom masculin. دي اسم مذكر. زو هي هي نفس الكلمة بتاعت الإنجليش بالظبط. فاضل لنا نو. إحنا كده لازم ننهي دلوقتي بس أنا حطيت لكم على الببلشد يا أولاد الاثنين لينك بتوع التطبيقات بتاعه النهارده هتدخلوا عليهم واحده على لايف ووركس واحده على ليرنينج ابس الاثنين اللي عندي لايف ووركس هتلاقوا عليهم حاجات ممتعه قوي ان شاء الله تشوفوها وتستمتعوا وتكونوا فهمتوا النهارده الدرس عايز يقول ايه en fait passer monsieur s'il vous plaît pour remercier les gens يا ولاد اللينكات اللي موجودة عندكم في الشات. Équipe du travail de la deuxième année préparée aujourd'hui et présentée par Madame Raïssa Farag, zone d'Alexandrie. Et était avec vous, Monsieur Abdelmegid Youssef, zone de Dakarleya. Merci, merci à vous.